قبل ما نبدا ابغى الجمهور يساعدني بالكلمه هذه. انا ابغى اقول توب، ابغى الجمهور يقول سنتر. جاهزين؟ ابغى اقول توب، ابغى الجمهور يقول سنتر. جاهزين؟ يلا مع بعض. توب اقوى توب. اذا توب سنتر كل ما تحتاجه الاسره تحت سقف واحد. اذا مع بعض نعود من الواحد الين العشره ونرحب بزهرات ونجمات قناه اطفال ومواهب. جاهزين؟ ويلا مع بعض. واحد اثنين اقوى. سمعوني تحيه قويه. وين التحيه؟ وين؟ يلا يا دينا فوق، يا دينا فوق. إذن أهلا ومرحبا بهذا الجمهور الكبير، أهلا بالمتابعين لنا عبر البث المباشر من هنا من أمام توب سنتر فرع جدة. المفاجأة الكبرى قريبا في رمضان بمشيئة الله تعالى، الافتتاح للفرع الثاني حيكون مع أطفال ومواهب. حنعلن التفاصيل إن شاء الله في شهر رمضان المبارك. وأيضا يا أهل بيشة انتظرونا أيضا في افتتاح توب سنتر خلال الأسبوع القادم، خلال يومين يحدد الموعد، حيكون التاريخ إن شاء الله قبل نهاية شهر رمضان افتتاح فرع بيشة. دائما عودنا جمهور جدة على الحضور الرائع، نذكر الذين في المنازل وقريبين من الموقع باستطاعتهم الحضور الآن. نحن في جدة اليوم وبكرة، غدا تكريم الناجحين والناجحات، غدا نستقبل الشهادات في وقت مبكر قبل صلاة المغرب، يقفل استقبال الشهادات الخاصة بالناجحين والناجحات. كما عودناكم نبدأ دائما عرض مبدئي مع فريق أطفال ومواهب ونشيد توب. ما نسمع توب ونسمع أقوى تحية للزهرات. يلا وين الصبقة؟ يلا فوق، ايدينا فوق. نبدأ الآن وناخذ النشيد الثاني مع المبدعة رفيفة الحيدري وأقوى تحية.
طفلك، شجع ابنك، شجع بنتك، شجع نينو ومن وفخر بي، شجع موهبتي من فضلك، شجع طفلك، شجع ابنك، شجع بنتك، شجع نينو ومن وفخر بي، شجع موهبتي من فضلك. شجع نينا ومن وفخر بي، شجع موهبتي من فضلك، شجع طفلك، شجع ابنك، شجع بنتك، شجع نينا ومن وفخر بي، شجع موهبتي من فضلك. نسمع أقوى تحية، إنها جدة، إنها جدة بجمالها وجمال جمهورها الذي يفاجئنا دوما بالحضور في كل مكان، الذي يتحفنا دوما بهذا الجمهور المتعطش الرائع. جدة عروسة البحر، استعراض زهرات أطفال ومواهب.
ونسمع أقوى تحية. إذا نذكر المتابعين لنا عبر البث المباشر بأننا متواصلون بمشيئة الله تعالى بعد العشاء، وأيضا أهل جدة القريبين الآن من الموقع توب سنتر الفيصلية بجوار دوار الدراجة انتمول سابقا، العروض متواصلة بعد صلاة العشاء بعون الله تعالى. غدا المفاجآت مع الناجحين والناجحات، إلى قبل صلاة المغرب تستقبل الشهادات، هناك سحوبات وهدايا للجمهور أيضا بعد الصلاة. العرض الأساسي بمشيئة الله رح يكون معكم بعد صلاة العشاء. المتابعين لنا عبر البث المباشر يتواصلون أيضا معنا بعد صلاة العشاء، ونسمع أقوى تحية للزهرات. هذه الفترة برعاية العربية للطيران وعطارة الحكمة. نستحق اليوم نفرح، اكتساب الطفل مسرح. 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 فيه تقف ويمرح، فيه تقف ويمرح. اكتسب بعض التجارب، اكتسب بعض التجارب. يا هلا بغل الحبايب، مهما مزن السحايب، لسه اليوم ما قام مسرح اطفال ومواهب. اهلا ومرحبا بالجمهور الكريم، أهلا ومرحبا بالمتابعين لنا عبر البث المباشر من منازلهم. طبعا اليوم الأربعاء نحن في توب سنتر فرع جدة انتمول بجوار دوار الدراجة. غدا أيضا هناك فعاليات من هنا للناجحين والناجحات، واستقبال الشهادات من الخامسة عصرا. الهدايا الخاصة بالأطفال إن شاء الله في الغد عبارة عن، ناخذ مع بعض نشوف ايش الهدايا، كروت لمدينة الألعاب مجانا، كروت لمدينة الألعاب مجانا شايفينها، وأيضا قسائم شرائية. شوفوا قسائم شرائية تدخل بالكرت هذا مباشرة، الجهاز المحاسب تعطي يقرأ الكود مباشرة، تأخذ أغراض مجانية من داخل المركز. هذه جوائز الناجحين والناجحات بكرة هنا في هذا الموقع في توب سنتر بعون الله تعالى. عندنا أيضا اليوم حوزع 20 قسيمة عن طريق السناب الخاص ب توب سنتر. بعد قليل حيكون السناب على الشاشة، حنسحب في الأخير 20 شخص أرسلوا رسائل وتابعوا حساب توب سنتر. بكرة اليوم الأجمل بمشيئة الله تعالى. كما أذكر الجمهور والمتابعين أن هناك بعون الله افتتاح توب سنتر فرع جدة في رمضان، وقريبا نهاية الأسبوع القادم فرع بيشة بعون الله تعالى. أما أهل الرياض سوف نكون معكم يوم الجمعة ويوم السبت فرع خريص، ويوم الأحد والاثنين فرع الشفاء، ويوم الثلاثاء والأربعاء فرع الدخل المحدود. حفلاتنا في توب سنتر متنوعة، نستقبل وإياكم الزهرات. وبعد قليل حيكون معكم الحساب على الشاشة مخرجنا، نبغى نشوف حساب توب سنتر لو سمحت. إذا نستقبل وإياكم زهرات أطفال ومواهب. جاهزين يا جمهور؟ لا 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 ما نسمع. جاهزين؟ المخرج يقول ما نسمع. جاهزين؟ طيب اللي جاهز يقول هي ارفع يده يلا. أوه ما شاء الله تبارك الله. نبدأ وإياكم استقبال زهرات أطفال ومواهب، نسمع لهم أقوى تحية. كلمات عانقها نحن نشدو حتى يقف الزمان.
الوطن يتمايل فرحا وسرورا أطفال ومواهب نحن كلمات علقها لحن نجد حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا احتفلنا بسنوية القناة بداية العام السابع لتأسيس قناة أطفال ومواهب. نبدأ بأناشيد السنوية ابتداء بنشيد قائدة الفرقة. مين؟ ما نسمع؟ لا 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 ما نسمع. نسمع لها طيب أقوى تحية. نسمع أقوى تحية. نكمل معكم الاستعراضات. نشيد واستعراض الناس مشغولة
بأحلى طفولة. أداء المنشد الأستاذ إبراهيم أبو جبل. وين التحية؟ سمعوني التحية قوية. نبغى نسمع كله. فاعلين الجالسين بس قصيمة 100 ريال. يا أربع شمعات والله أثمرتي، والخامس شمعة انتي نورتي. ويا أربع شمعات والله أثمرتي، والخامس شمعة انتي نورتي. ويا أطفال ومواهب الناس مشغول. جالسين نعطيهم يلا. أربع سنوات في كل عام حبيتها. أحب الهادئ، الهادئ جالس عظيم. أطفال ومواهب يا قناة للأطفال، فيه إبداعاتك ثقفت الأجيال. أطفال ومواهب يا قناة للأطفال، فيه إبداعاتك ثقفت الأجيال. ويا أطفال ومواهب يلا أقوى. حلو حلو مع بعض. أطفال ومواهب نهوى عنوانك، كل سنة وانتي في القمة مكانك. أطفال ومواهب نهوى عنوانك، كل سنة وانتي في القمة مكانك. يا أطفال حلوين يلا فوق. الناس مشغولة وبأحلى طفولة، أطفال ومواهب قناة الأطفال الأولى. أربع سنوات حلوة في كل عام والله حبيتها. أيوة حبينا أطفال ومواهب، حبيت أطفال ومواهب. استمرار للطفولة عيد. يا أطفال ومواهب، أطفال ومواهب. وين التحية؟ وين اسمها تحية قوية؟ يا حلوين يا حلوين قولوا لي يا نور
أذكر المتابعين لنا عبر البث المباشر غدا ما زلنا في جدة هنا تكريم الناجحين، نستقبل الشهادات من 5 عصرا إلى قبل المغرب، العدد محدود، الهدايا قسائم شراء وأيضا كروت لمدينة الألعاب التي في أعلى توب سنتر. نكمل الاستعراضات بنشيد بالألوان، هي جوري ترسم، هي جوري تبدع، وأبو جوري يشجع الجوري. نعم يا جوري ابدعي وأرسمي ولك كل الإبداع بالألوان. نشيد غير استعراضي جديد بعنوان آدم وحواء، أداء المبتسمة دائما مين؟ فاطمة، نسمع لها أقوى تحية. أبونا ومنا حواء، مهما اختلفنا لسنا والوان، الدنيا
نسمع أقوى تحية. تحية مبدعة مبدعة يا فاطمة. الآن نشيد العيلة، إنها العيلة التي تحتوي الطفل وتربيه وتجعل منه شابا يافعا مميزا. العيلة أداء أداء غلا، ونسمع لها أقوى تحية. ونسمع أقوى تحية. إنه صوت الماء، تتغنى الطفولة بصوت الماء. يؤدي هذا النشيد وسام عقيل. غدا تكريم الناجحين والناجحات الذين يحضرون المستويات الدراسية، يستلم أو تستلم المستويات من الساعة 5 إلى قبل المغرب، علما أن العدد محدود. الروضة الابتدائية المتوسطة، أي مستوى مقبول، أي مستوى مقبول. أما الجوائز والهدايا عبارة عن قسائم شرائية وكذلك كروت لمدينة الألعاب، كروت مجانية لمدينة الألعاب. صوت الماء أداء وسام عقيل. صوت الماء حين ينادي كل مساء، هيا خذ حماما وافرح ثم تمدد في استرخاء. ما أجمله صوت الماء حين ينادي كل مساء، هيا خذ حماما وافرح ثم
وثوب نظيف ألبسه، يفرح من سوف أجالسه، والشعر جميل ملمسه، والوجه ونسمع أقوى تحية. نهدي نشيدا للناجحين والناجحات أحباءنا الصغار. يؤدي هذا النشيد الطفلة الرائعة نورة دبيان. نسمع لها أقوى تحية. لا 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 لا
نسمع أقوى تحية. إذا ناخذ فاصل بسيط ونواصل السحب. أثناء الفاصل حنخلي سناب توب سنتر موجود على الشاشة، فقط أرسل كلمة توب سنتر جدة. ركز معي، عندنا قسائم شرائية، هدايا عن طريق حساب توب سنتر، فقط أرسل توب سنتر جدة، المخرج حيخليه أثناء الفاصل. إذن راحة لمدة 10 دقائق ونعود لمواصلة العرض الأخير. نذكر المتابعين لنا عبر البث المباشر، نعود إليكم بعون الله تعالى بعد انتهاء هذا الفاصل. في ايضا للرجال في الخلف، يلا لو سمحت، يلا يا اكرام. حلو، اعطيهم الف مبروك. قسيمه شرائيه، اختار كذا، اضغط بس، يلا ما شاء الله اللي ارسله كثير. هذا يرسل يا 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 ايوه حلو، اول رساله توب سنتر ولسه يرسل موجود، اضغط. ايوه موني 1419 اي، قسيمه شرائيه مقدمه من توب سنتر. غدا موعد الناجحين والناجحات، غدا احتفال اللي تابعنا عبر الهواء مباشره، غدا نحن هنا ان شاء الله من بعد صلاه المغرب. موني 1419 موجوده، فقط يرفع يده ويعطي الجوال. المتابعين لنا عبر البث المباشر، عدنا لكم الان من هنا من جده من توب سنتر. انتم مول سابقا بجوار الدوار الدراجه. غدا ايضا هناك احتفال هذه الفقره الاخيره. موجودين ولا نغير؟ نغير، مع انه موجودين الان شكله، بس هؤلاء يرسلون من تبع القناه، ممكن يكون من متابعين القناه. مكتوب انا موجوده، وين؟ طيب بسرعه. أعطوا اللجنة. طيب موجودين، أعطوا الجوال يلا بسرعة، هنسحب شخص آخر، لو سحبنا راح. وين؟ واحد، اثنين، تقول أنا في السوق نازلة. طيب خلاص ننتظر، إذا جو خلاص هذه القسيمة على جنب، ناخذ قسيمة غيرها. الاسم معروف، لو جو اختر. أيوه يلا اختر آخر، يلا سحب آخر. لا هذي لا يعلنوا عن من الرياض، يقولوا جايين الرياض. نعم جايين الرياض إن شاء الله، الجمعة والسبت فرع خريس، والأحد والاثنين فرع الشفا، والثلاثاء والأربعاء فرع الدخل المحدود بالرياض. هنو الحساب، هنو 1911 قسيمة شرائية.
موجودين. حلو، اعطي اللجنة اكرم روح. القسيمة الشرائية القادمة. ايه خلاص موجودين، جيبوا لنا الجوال بس. اعطي اللجنة. تفضل يا حارس الأمن. هذا الشكل الأول. حطونا على الصفحة الرئيسية بالله عشان نمشي في الجوائز. حلو. عطهم يا أكرم. يلا عطنا اسم آخر. قسيمة شرائية. نعم حلو صح. ألف مبروك ميمي. خمسة خمسة و A-L موجودين. أعطي لو سمحتي. كل يوم نوزع قسائم شرائية، غدا ثاني يوم وآخر يوم لنا في توب سنتر. حنفتتح أيضا إن شاء الله فرع جديد. قسيمة 100 ريال. حلو صحيح. يلا بعده. ما شاء الله كثير يرسل الآن. رزان 9984 قسيمة شرائية. قسيمة شرائية موجودين. يلا القسيمة اللي بعدها. القسيمة اللي بعدها. يلا يا أكرم جيب الجوال. اختر يلا اختر. خلاص افتح. لينا لينا هلاو او كذا. اسم صعب هذا. رزان حلو. اي طيب يلا جيبوه. حلو جميل. قسيمة شرائية. اخر ثلاث قسائم ونبدا معكم اخر الاناشيد. غدا قسائم شرائية، غدا كروت ألعاب مجانا للناجحين والناجحات اللي تابعنا عبر البث من جدة باستطاعته غدا الحضور. تعالوا في وقت مبكر، حيبدأ العرض بعد المغرب زي ما انتم شايفين. وزعنا عدد كبير جدا من القسائم وما زلنا نختار، وما زلنا نختار أيضا، وما زال هناك عرض بعد قليل إن شاء الله. حنين رقم الحساب حنين 10. حنين 10 قسيمة شرائية زي ما انتم شايفين. عدد كبير مقدمة من مجموعة توب سنتر لهذا الجمهور الرائع. جدة افتتاح فرع آخر في رمضان بيشة قريبا خلال الأسبوع القادم بمشيئة الله، نهاية الأسبوع القادم وبداية الأسبوع اللي بعده إن شاء الله حيتم الاحتفال بعون الله تعالى. صاحب الحساب حنين 10. ها هو أبو تركي من إدارة الموقع. تفضل أبو تركي. تفضل أبو تركي معانا. اختر لنا كذا اسمين ثلاثة على الطاير. نواصل يلا. بسم الله تعالوا تفضلوا بهدوء. يلا اعطونا اللي بعده. اللي بعده لا هذا حساب التوب سنتر. لا
الحساب اللي اخترناه لازم الحساب اللي اخترناه أن تكون متابع حساب توب سنتر وترسل رسالة يظهر عندنا هنا ما نعطي كذا. هذه تعليمات الإدارة. محمد بارجاء يشترط كما قلنا أن يكون من الجالسين ضروري حسب تعليمات الإدارة. محمد بارجاء موجود؟ محمد بارجاء جميل حلو حلو. حلو ألف مبروك. إذن الآن 18 قسيمة، بقي قسيمتين حنسحبها مع أبو تركي في الأخير بعد الأناشيد. نأخذ الآن ونستقبل زهرات أطفال ومواهب، نسمع لهم أقوى تحية. إليك يا أبي كل فتاة بأبيها معجبة. نشيد تربوي يستعرضه زهرات أطفال ومواهب. وين التحية؟ وين اسمها؟ تحية قوية.
إذا ما زالت العروض مستمرة، ونحب نذكر ونقول أن إن شاء الله غدا من الساعة 5 عصرا إلى صلاة المغرب يتم استقبال شهادات الناجحين والناجحات. نحن هنا في جدة ومن أمام توب سنتر إنتو مول قديما. غدا تتواصل معكم العروض مع نجوم وزهرات قناة أطفال ومواهب. صادوه من خالف الأخلاق صادوه. نشيد استعراضي، استعراض زهرات أطفال مواهب، أداء المنشد الأستاذ إبراهيم أبو جبل. وين التحية؟ سمعوني التحية قوية. ويلا نبدأ. تخفى أو تكتم، ومن تعدى الناس عادوا، ومن تعدى الناس عادوا، ويصير عايش في التهمهم تهمهم، واحد يشيل فلوس على أبو من دون ما حد كان يعلم، في يوم سواها ويشافوا، في يوم سواها ويشافوا، صادوا ساعتها تلطم تلطم. مسكين ليش تسوي كذا؟ يلا فوق. مين متفاعل وجالس؟ يلا فوق. صادوا من خلف الأخلاق صادوا، لما تخفى أو تكتم، ومن تعدى الناس عادوا، ومن تعدى الناس عادوا، ويصير عايش في التهمهم تهمهم، واحد يقول رايح يذاكر لكن يروح النت يلعب، صادوا في المقهى يأنتر، صادوا في المقهى يأنتر يأنتر، واليوم لو يخرج مراقب مراقب. يلا فوق. يلا فوق معايا. صادوا من خلف الأخلاق صادوا، مهما تخفى أو تكتم، ومن تعدى الناس عادوا، ومن تعدى الناس عادوا، ويصير عايش في التهمهم تهمهم، واحد يماش عيال حارة أخلاقهم ما هي سوية، صاد أبو يشرب سيجارة، صاد أبو يشرب سيجارة سيجارة، واللي حصل ما هو شوية. يلا فوق. يلا نرجع نرجع نرجع. من خلف الأخلاق صادوا، صادوا لما تخفى أو تكتم، ومن تعدى الناس عادوا، ومن تعدى الناس عادوا، ويصير عايش في التهمهم تهمهم هم 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 صادوا. يا سهران أداء ما أسمع مين؟ وفاء، ونسمع لها أقوى تحية. Yeah.
وين تحيتها؟ وين تحية قوية؟ يلا حنسحب الآن على قسيمتين مع الزهرات طبعا مع دينامو توب سنتر الأستاذ أبو تركي، نسمع له أقوى تحية. المتابعين لنا عبر البث المباشر الآن عبر القناة، لا تروحوا بعيد، غدا موعدنا أيضا متواصل من بعد صلاة المغرب من هنا من توب سنتر فرع جدة، باستطاعة أي أحد في أي مكان في جدة أو قرب جدة الحضور غدا، وأيضا مشاركة الناجحين والناجحات بهجتهم. كما نذكر افتتاح توب سنتر الفرع الآخر في جدة رح يكون في شهر رمضان المبارك، حنكون معكم في شهر رمضان في توب سنتر الفرع الثاني إن شاء الله، ونهاية الأسبوع القادم بيشا. أما في الأسبوع القادم ابتداء من الجمعة ففي الرياض، والجدول في الشريط اللي فوق طبعا في القناة، المتابع لنا في القناة. جاهزين يا أبو تركي؟ نبغى آخر قسيمتين. يلا خلصنا القسائم اليوم، أماني 30-19 30-19 يلا موجودين ولا نختار أحد؟ لأن ما بقي لي قسيمتين اليوم، نختار اسم آخر. يلا ناخذ اسم آخر غير موجودين. نختار اسم آخر، هذه اخترناها أول، اسم آخر أيضا. يا رب أفوز، توب سنتر جدة فزتوا. أسماء وليد، أسماء وليد اسم بالإنجليش، أسماء وليد. حلو تفضلوا، هذه جت وراحت ما شاء الله، وكتب الله لها الفوز. النصيب نصيب يأتيك ويصيب. أحلى برامج أحلى هدايا والتسوق متعة وترفيه. عجبتك القصيدة؟ يلا ناخذ اسم الأخير. نينا العمودي، العمودي موجودين؟ حلو موجودين ما شاء الله، آخر قسيمة. إذن شكرا للمتابعين عبر البث المباشر. أستاذ أكرم، سعداء دائما بكم في توب سنتر، أهل بيشة انتظرونا إن شاء الله. أبو تركي، أهل بيشة يسألوا كثير، متى سوف نعلن التاريخ الرئيسي؟ أي خلال يومين ثلاثة أيام نعطيكم التاريخ الرئيسي، إنه نهاية الأسبوع القادم بإذن الله الجمعة القادم يعني تقريبا. ألف مبروك. إذن شكرا لكم متابعينا، شكرا لكم جمهورنا في جدة على هذا الحضور، مع أنه اليوم أربعاء ما شاء الله وجدنا تواجد من الساعة الخامسة عصرا بل من قبل ذلك متواجدين. دائما أنتم أهل الوفاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.